معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري. مساك الله بالخير دكتور أحمد. في المكالمات هناك تنسيق عالي المستوى بين مستشار أمير قطر والقيادي في حزب الدعوة الإرهابي، ألا يدل ذلك أن لقطر استراتيجية ممنهجة ومدروسة نحو زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين أو في غيرها من الدول؟ قطر تجدها تدعم جميع التيارات التي تؤدي لإثارة المشاكل في دولها. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا أمسي عليك أخي الكريم وأمسي على مشاهدينا الكرام. الحقيقة ما شاهدناه الآن أو ما استمعنا إليه الآن في هذا التسجيل وما سبق من تسجيلات، سواء ما يخص مملكة البحرين أو ما يخص المملكة العربية السعودية، هذه التسجيلات هي تتحدث عن نفسها ولا تحتاج أن أعلق عليها، لأنه ما يدور فيها هو يتحدث عن نفسه. ولكن نتساءل، لو كان هذا العمل يعني من مثل ما يقول المثل، يعني لو كان الظلم هذا من أغراب كان قد ربما يعذر، لكن عندما يكون من الأقرب هنا تكون الإشكالية. وهنا نرد بقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وعندما نتكلم عن الحلم كان يذكر أبو موسى الأشعري وكان يذكر معاوية بن أبي سفيان، لكن الآن لا، أقول أن قائمة هؤلاء الحلماء هم المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. مثل هذه الأمور ومثل هذه المؤامرات التي كانت تحاك في الخفاء وتحاك في العلن وكانت تتسرب وكانت تظهر إلى المملكة العربية السعودية وإلى البحرين، ومع ذلك كانت هاتين الدولتين تصبر وتحلم وتتحمل وتلتمس لصاحبها مثل ما يقول أثر 70 عذرا، ولكن المملكة العربية السعودية والبحرين لم تلتمس 70 عذرا فقط، وإنما 700 عذر من عام 1995، وهي تحتمل مثل هذه المؤامرات ومثل هذه الدسائس من جارة لا يضبطها أو لا يعني يفصلها عن جيرانها، جارتها البحرين إلا بضع كيلومترات. وأما المملكة العربية السعودية فهي امتداد لها وهي جزء لها وهي خاصرتها، ومع ذلك نستمع مثل هذه المؤامرات التي الحقيقة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هناك أيديولوجية وهناك مخططات تسعى إلى ما هو أكبر من إثارة الفوضى ومن إثارة القلق. يعني دكتور أحمد، وكأني بك تريد أن تقول أن ألم هذه الكشف عن هذه المكالمة ربما ازداد لأنه يعني يتهم قطر وأن قطر ضالعة بهذه المحاولات من أجل إضعاف لحمة الدول الخليجية والشقيقة. ربما هذه المكالمات كشفت عن آليات وطرق التآمر ضد مملكة البحرين، لكن برأيك لماذا وما الذي تستفيده قطر من ذلك؟ نعم، أنا هذا اللي أريد أن أصل إليه، أقول أن هذا يأتي في ضمن أيديولوجية معينة، يعني لم تعد سرا يعني أو أن نقول أن هناك أيديولوجية معينة مخطط لها فترة طويلة، لا سيما عندما نرى أن خيوط هذه يعني المؤامرات تمتد من إيران ثم تصل إلى إسرائيل، ثم أيضا هناك ايضا المنظمات التي تقبع على ظهر الشقيق الاخضر 13 منظمه او كيان مع 59 من قائمه الارهابيين الذين ينتشرون سواء في ليبيا او كانوا في قطر نفسها او حول العالم. هذه يعني هذه الشبكه كلها هي تعمل، الهدف منها هو ابتلاء مملكه البحرين وايضا تفتيت المملكه العربيه السعوديه في ظل أو في إطار حلم كان يعتقد أنه سيكون، وقد انطلق هذا الحلم مع بداية أو من قبل أن يبدأ ما يسمى بالخريف العربي، والذي الحمد لله أثبت فشله وأثبتت هذه الأيديولوجيا فشلها. وقد جاء وقت هذا الكشف عن هذه المؤامرات وعن هذه الخطط في الوقت المناسب، حتى كانت هناك صدمة على يعني على الشعب القطري وعلى الشعب الخليجي أن يأتي مثل هذا الوقت أو تأتي هذه الفرصة في الوقت المناسب لتفويت هذه الفرصة لإحداث مثل هذه القلاقل. سواء هل تفاجأت دكتور بالأمس عندما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن قطر أيضا ضالعة بالتآمر مع آخرين من أجل محاولة اغتيال الملك الراحل رحمه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز؟
ما ذكره الأستاذ عادل الجبير هو تذكير بشيء نعلمه جيدا. يعني الحادثة هذه انكشفت أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه، وعرف من وراءها، وكان هناك تعهد، وجاء من أشقاء قطر من تعهد بذلك، وكان الحلم أيضا ثاني مرة أقول الحلم السعودي والحلم البحريني. الملك عبد الله رحمة الله عليه عفى وصفح وتجاوز عن مثل هذه الأمور، وقال هذه من الابن الأصغر أو من الأخ الأصغر نعفو. ولذلك هذا العفو يعني المتجذر من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هو كان يفترض أن يستثمر من قبل الأشقاء في قطر ويبتعدوا عن مثل هذه الأمور ويعودوا إلى الجادة ويسخروا المال القطري ويسخروا البترول القطري والغاز القطري لنهضة قطر وأيضا لخامة مشروع عربي وإسلامي، بدل أن يكون هناك مشروع تحت الطاولة الهدف منه إثارة القلاقل في المملكة السعودية وفي مملكة البحرين ودعم المنظمات الثلاثية في ليبيا ودعم المنظمات في شكرا لك من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري.